محمد منصور عندكم ها؟ خليه يجي محمد منصور. خلي يجون الكويشن يا شباب. كل عام مستقبل كل عام. تعال خلاص سامي تبي خلاص تطلع هي بيها اكيد. تعال يا خلاص تعال فالح اجلس. يلا ايش حالك سلطان؟ محمد انا ما كنت اتمنى كزميل انك تكون في هالمكان، لكن تعرف ان النظام انه على الجميع. اكيد يا ابو سلطان. وش اللي حصل يا ابو منصور؟ قبل اللي حصل يعني ابو فالح جلاله يسلم كان خايف ابو سلطان من انه يلحقني ضرر ولا شيء، لكن الحقيقه لازم تعرفها ابو سلطان انه فعلا خلف هرب من القريه مع جوال، وانا مكلمه بس هو خايف انه بيلحقني ضرر. هو ما عنده مشكله ترى في الضرر ولا ابو فالح. دام هذا الحقيقه. لحظه خليك كمل. ايه فابو فالح مو بلحقني انا ضرر، الضرر اللي بيلحقني اذا فعلا انكر. وله وجه ابو فالح عنده ابو سلطان. طيب. ان قالها الله ينظر في الموضوع بشرط واحد عند ابو سلطان دائما وهو الاعتراف، مبدا الاعتراف، وان شاء الله منه كبير. اما بخصوص الرساله اللي في الاسلام، اول شيء الربع دول كلهم يشهدون اذا فيه احد حس لو مره او 1% ابو سلطان اني موقف مع خلف من دونه او مميزه عنهم. اولا ما اعطيته ولا قد اعطيته درجات مع اني املك كم اسبوع مر 4 اسابيع. انت كنت تعطيه الجوال ولا لا؟ اعطيه جوال؟ لا خليني اعلمك. الربع دول من اول ما دخلوا البرنامج، وهذه سياستي من اول ابو سلطان، انا لاني بقاطع رزق متسابق ولا اني بستبعده ولا اني برايح وراه ولا اني مبلس عليه. انا عندي فقره اقدمها لو على لو ايش والله، لو ينطون يوقعون سامي الاداره انا كأجي واعلم ما اللي مسويها من مبدا واحد. الربع ذولا جيتهم اول برنامج عندهم مشاكل اول اسبوع او اسبوعين، ممكن بعد بعضهم ممكن يشهد. انا بعطيهم رقم الشخصي، انا جايهم قلت هذا رقم 05 سجلوا عندكم، لا احتجت شيئا عندهم. اولا شلون بيكلمونك؟ خلني ايه معهم جوالات، انا ادري احنا ما نلعب على بعض. منهم اللي معهم جوالات؟ ما ادري يعني صدقني لو تحط هذه مع لو تحط السكين على رقبتي مع لبتك لازم تعرف شيء. بس هذا ما يصلح يا محمد، هذا ما يصلح. عند في اداره هنا في اعداد هم يكشفون. انا خلف جاني خبر انه خلف ينحاش من المنتجع هو وسام. جاني مصدر من الاعداد قلت بتجيبون دليل؟ قالوا بنجيب الدليل. تجري يعاقب، اطلع واتكلم اقول يعاقب، بس هذا حدي. هذا انا هذا الدائره اللي انا فيها. من اللي مع خلف؟ خلني اعلمك، كان مع اسامه راح الحسن مدري قبل شهر، سالفه قديمه. الاهم شيء انه الشباب ذولا بيهم يعني يذكرون الحادثه ذي. اسامه هرب مع خلف؟ انا ما شفتهم، انا جاني خبر، جاني من الاداره. خلف من الفتره اللي اعطاك اياه في محمد لا تصرح بشيء الا بشيء واضح. يا سلام، انت بشيء واضح حتى خلاص سوى سكيب. من اللي قال لك في الاداره؟ خلف اسمعني، من اللي قال لك في الاداره؟ لا تمرر شيء يا محمد. من اللي قال لك في الاداره انهم هربوا؟ انهم هربانين؟ ايه انهم هربانين؟ ايه جاني خبر ما لي ذاك المصدر يا ابو سلطان. كيف اذكر مصدري؟ خليني بعلمك لا نبي نتاكد هل وسام معه ولا لا؟ خليني بعلمك باللي اهم. خلف ماني متبري منه ابو سلطان. الولد ذا لو انه يفشل ما جبته. والله لو انه يفشل. احنا ما قلنا انه يفشل. لا خليني اعلمك، في 1000 كبره، في 1000 رجال منا وفينا كبره يا ابو سلطان. لازم لو اني 1% ادري انه بيفشل ما جبته لكم قدمته بالقناه. هذا انا يعني الهقوه كانت كبيره، لكن خليني بوصل لك الفكره اني انا يوم اعطي الشباب هنا. الشباب يا ابو سلطان عند ابو عيسى هذه حقيقه لازم تراجع فيها ابو سلطان. الربع ذول حتى لو يبغون اقل شيء من الاساسيات في الحياه ما يلقونها. ما ثوب يعطونه ثوب يرجعها بعد اسبوعين. خلونا نكون واضحين يا الربع. الشباب ذول عندهم مشكله صح ولا لا يا الربع؟ يا محمد تكلموا. الربع ذول يجون يقولون يا محمد انا شمبو محمد. حق شعر ابي انظف شعري. اسمعني محمد، ايش فيك انت؟ لا تغير الموضوع. لا تغير الموضوع. لا هذا يوم تقول التعاون. اسمعني سالفه خلف والرساله بعلمك اياها. انا دخلتك هنا
طالبك في موضوع. لا بس في النهايه هذه امانه انا مخونها. هذه سولف بها بعدين. لا قلتوها على الهواء. لا لا قلتوها على الهواء. خليني اعلمك لازم عندهم أبرد. نواقص عندهم اشياء. انت تعرف الجهات اللي توفر لهم ما في جهات. من هو ابو عيسى؟ والله ما اعطيهم يا ابو سلطان. طيب. انت ما تدري يا ابو سلطان عن الاشياء. عموما محمد سالفه رساله خلف خليني اعلمك. جيت لقيت رساله من سناب خلف ابو منصور. بس ابو منصور انصدمت انا في النهايه. خلف حتى ترى يقدرني ويستحي مني حتى لو يسوي غلط مو معلمني. طيب. ويدري انه بياثر علي. رديت عليه قلت هلا بس. طيب ما عندي وقت يا محمد. لا بس كنت بس مع خلف انا دقيقه. كلمت كان ابو فالح. عندك اعتراف يا خلف ولا لا؟ علمتهم كل شيء. لا والله بس واللي لا اله الا هو ان محمد ابن منصور ما تواطأ معي لا في هروب ولا جوال وكان يحدد لي منهم انه في الصدر. اعيد لك السؤال. كم مره هربت؟ كم مره هربت؟ ايه اخلص عليك. عندي ابو اخو فهد. عندي عطى ثلاث مرات. من اللي معك؟ ما حد. مو هو المعلم اللي معه ابو سلطان. محمد انت مو بشغلك. انت كيف مو بشغلي؟ وانتم انتم يعني. انتم اللي علمتوا العرب البلاز البلاز عيب يا ابو سلطان. ما عرفوها العرب الا من الدواسر. تبي يعلم على اخويا مو معلم. تفضل محمد. ولا يطري عليك تعلم. محمد تنبهني بذي يا محمد يا شباب. بالنسبه لمحمد منصور يتم ايقافه حتى اشعارنا اخر. يعطيكم العافيه. شو تصفقون عليه انتم؟ يلا تفضل تفضل يا تفضل. خلاص سجلوا العقوبات يا شباب. ها بالنسبة لعبد الله القمي اخصموا عليه 2000. ها